بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاخوة والاخوات موضوعنا اليوم ان شاء الله حيكون عن وسائل ادخار المكافأة وطبعا لازم نأصل لهذا الموضوع ويكون عندنا وعي للادخار بشكل عام. وطبعا المكافاه تعتبر جزء من الادخار المالي بارك الله فيكم فلو اخذنا مفهوم الادخار ما هو هل هو مجرد اني اجمع نقودي حتى احتاج للشراء فاشتري ام اني اودعه في الحساب حتى يعني اصل الى مبلغ محدد من المال لاشتري مثلا عمارة ولا ارض ولا شيء حاجة من احتياجاتي، جهاز كمبيوتر او دراجة او سيارة، فلذلك ينبغي علينا ان نعرف ما المقصود بالادخار، حتى نعرف كيف نقسم المال بطريقة. نستفيد منها ولا يأتي علي يوم أقول ليتني ما اشتريت هذا الأمر ولا يأتي علي يوم أقول أنا الآن عاجز عن سداد الديون التي تكالبت علي ما هو الادخار؟ ما هو الادخار؟ ها الإخوة والأخوات يقول لك الادخار هو ناتج النشاط الاقتصادي الذي لا يستهلك بل يوجه بطريقه تجعل له في المستقبل قدره اكبر على اشباع الحاجات يعني العمليه هي فقط ليست اكتناز للمال او جمعه ثم اصرفه في وجه من الاوجه التي احتاجها وانما ينبغي الصرفيه او الاستهلاك يكون محدد وموزون لا ينتهي واستفيد منه مستقبلا تمام هذا هو اذا الادخار هو عمليه موازنه بين الداخل والخارج يعني المال الذي احصل عليه وطريقه انفاقي لهذا المال أرجو أن يكون واضح، طيب، لا شك أن الإسلام علمنا أن ندخر بالمفهوم الصحيح وليس فقط بجمع المال والنقود، يعني حتى لا يصبح الشخص بخيل يقتر على نفسه وعلى أولاده وأهله، وفي المقابل لا ينفق المال كله بحجة إنه عنده راتب، بحجة إنه أهله بيصرفوا عليه. فينفق ماله كلها. والايات في ذلك كثيرة بارك الله فيكم منها قوله تعالى: "ولا تسرفوا" يعطيك الموازنة. إنه لا يحب المسرفين. كذلك قوله تعالى: "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين". طبعا الله عز وجل ركز أكثر شيء على مسألة الإسراف. لأن حال الإنسان آه يعني يريد العاجله، يريد آه ان يشبع رغباته الحاضره. آه بغض النظر عما قد يترتب على ذلك آه من سلبيات. وفي المقابل مقابل التبذير ذكر الله عز وجل قوله: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوره ويقول تعالى بيعطينا قاعده في الانفاق لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ايش نستفيد من هذه الايه ها يا اخوتي واخواتي لينفق ذو سعه ساعت من سعته اللي فاهم الايه اللي فاهم الايه هذه يعطينا شرح ليها يتفضل على المايك لينفق ذو سعه ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هذه قاعده في الانفاق على اهلك على على زوجك على الاولاد كيف تكون النفقة باعتبار هذه الآية؟ طيب المقصود بار ها تفضلي ينفق بحسب اللي الله رزقه إياه بحسب مقدوره يعني ما ينفق أكثر من اللي يقدر عليه فيبقى فقير يعني محتاج لا ينفق بحسب يعني موزون طيب يعني عندي الآن واحد غني ثري م. أمواله بالبليارات لو لو اشترى لزوجته هدية ب بعشرة آلاف بعشرين ألف هل يعتبر هذا تبذير في حقه؟ لا لا يعتبر نعم طبعا مع اعتبار طبعا أمور أخرى سنأتي إليها لكن بغض النظر على على الضوابط الأخرى في الإنفاق هل هذا يعتبر تبذير في حقه؟ لا يعتبر تبذير في حقه طيب واحد فقير قادر انه آه يعني مستور ياكل زوجته ويشتري له يعني مقاضي الشهر يعني يقولي راتبه ثمانية آلاف ريال عنده بيت ملك آه وقادر يصرف على زوجته باللي تحتاجه آه مقاضي الشهر آه تطلب بعض المستلزمات يجيب لها هي آه لكن زوجته بتطلب حاجات يعني تستلزم مبالغ طائلة مثلا بتقول له يعني كل شهرين ثلاثة انا بدي اغير الكنب حقي محتاجة عشرة الاف ريال كل شهرين ثلاثة شهور او عزايم تكلف عشرين ثلاثين الف على الحفلة خارج المنزل طيب يقول لا والله يا بنت الناس انا ما عندي انا مقدوري اني اصرف عليكي. أعطيكي ألف ريال نهاية الشهر تشتري بيها ملابس تشتري بيها شيء للأولاد قالت له أنا بشتكيك المحكمة راحت للحاكم أو القاضي قالت له هذا الأشياء اللي, اللي أنا أبغاها ما بيجيب لي ما بيوفر لي هذا ما بينفق علي أنا أبغى رجال يدلعني ويجيب لي اللي أبغاه وهذا كل ما أقول له أبغى الحاجة هذه يقول لي ما عندي طيب في رأيك أو رأيك القاضي حيعطي حي... 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 الحق لمن؟ لا شك أنه بيعطي الحق للزوج ليش؟ لأنه ما هو مقصر في حقها واضح؟ وهي عد براحتها ما تبغى العيشة هذه إذا المطلوب منها الخلع وتعطيله المهر الذي أعطاها إياه طيب لو كان هو معسر حتى اكل اليوم ما ما بي بيقدر ياكلها هو مره معسر وهي ضاقت بها الدنيا تبغى تاكل وتأكل عيالها اه هنا نقول لها لكي انك تطلبي آه الطلاق من القاضي باعتبار انه آه مقصر في حق النفقه ولا يستطيع الانفاق عليك لا بقليل ولا بكثير هذا هو لينفق ذو سعة ساعت من سعته، يعني على القدر الذي أعطاه الله إياه وإن كان لا يستطيع فلينفق بالقدر الذي ايش؟ يعني أهم شيء يعطي الحق الواجب وبعدين تجي الكماليات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبس لأهله قوت سنتهم. وقال في حديث عبد الله بن عمر لا تسرف ولو كنت على نهر جاري وحديث عائشة رضي الله عنها مع الجارية والصدقة أحاديث كثيرة حديث هند لما جات للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قالت له يا رسول الله زوجي بخيل ما بيعطيني حق الواجب علي ممكن أخذ من فلوسه من غير ما يدري قال لها خذي ما يكفيكي ولدك بالمعروف يعني خذي ليش؟ يعني ولا خراب البيوت على قولهم يعني بدل ما تطلب الطلاق وتصير مشاكل أو ممكن تفتح الموضوع تقول له أعطيني يعني يعني يضيق عليها فقال لا خدي مي مشكلة خدي لكن اتقي الله في مسألة الأيش الأخذ هذه طيب طبعا في إحصائية قبل يمكن سنتين ثلاث تنذر بخطر على مستوى الاقتصاد الأسري، تبين هذه الاقتصاد الإحصائية، يقول خبير الاقتصاد الدكتور محمد بن دليم القحطاني من غياب ثقافة الادخار في المجتمع السعودي. مبين ان اكثر من 90% من الاسره السعوديه لا تدخل لها اي مبلغ مالي بسبب الفرط في المصروفات وسوء الاستهلاك مما ينذر بكارثه اجتماعيه واقتصاديه طبعا تعرفوا انه الان الحمد لله رؤيه المملكه 2030 تحفيز الدعم الاقتصادي وثقافه الادخار لدى المجتمع والاخص لدى الاسره طبعا ينبغي إعادة النظر في مسألة الاستهلاك بالنسبة لكل مواطن سعودي، الحاجة لرفع نسبة الادخار، وهذا طبعا منشأه التربية بارك الله فيكم، يعني الآن ممكن البعض منكم يجد صعوبة بالغة إذا ما تعود على مسألة الادخار. الآن حتلاقي منافسة شديدة بينك وبين رغباتك وكذلك الرجل ما بيعرف إيش الأولى هي المشكلة كمان لما إيش يتزوج ويحس إنه مسؤول عن عائلة هو إذا أنفق أمواله كلها برا البيت طيب ايش حيبقي للاولاد ايش حيبقي لزوجته فهنا تكمن ايش يكمن التحدي في مسألة, في مساله صرف الاموال طيب ليش انا ادخر المال لماذا ندخر المال بارك الله فيكم اسباب كثيره يعني ليس فقط المذكور ممكن انتم تعطوني اسباب الادخار يعني من وحي رغباتكم الشخصيه بارك الله فيكم ليش بتدخروا المال؟ ليش تحسوا لازم أنا أدخر المال؟ طبعًا الادخار اللي إحنا فهمنا معناه ليس فقط أدخر عشان أنفق، وإنما الادخار المقصود به الموازنة، إني أعرف كم دخلت وأعرف كم خرجت وكم أحتاج أرفع شوية للمستقبل، ها. ليش تدخروا المال؟ ليش تبغوا تدخروا؟ اه عندش... علشان الظروف الطارئه او المفاجئه اللي ممكن تصادفني آه الظروف الطارئه ممتاز ممكن آه يحصل ممكن عشان تفضلي يعني اذا تبغى يطور الواحد او يفتح له مشروع او يحتاج شيء بعدين يكون عنده راس مال اها احسنت يعني ل... آه لاجل الاستثمار هذه واحده آه الأمر الآخر لأجر الاحتياط آه لظروف صحية ظروف آه اجتماعية ظروف آه اقتصادية ظروف صحية زي إيش يعني المرض وكذا آه ظروف اجتماعية أحد يحتاج المال أو الديون وما شبه ذلك آه أو ممكن تكون هذه اقتصادية اجتماعية طبعاً المناسبات و. أه الامور اللي ايش تدخل في الشؤون الدراسيه ونحو ذلك طيب هذه من ناحيه اذا الاحتياط المالي من ناحيه الاستثمار ايش كمان طيب يقول لك طبعا اول شيء انه ربنا امرنا بان نكون مقتصدين وأن نعمر الأرض ونجتنب إيش الإسراف طبعا أني أخاف الله عز وجل في أني أنفق مالي بدون وعي وبدون تفكير وما أقول كلمة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا خطأ كبير آه, واحد خلاص عجبه كمبيوتر راح اشترى ورمى القديم واحدة عجبها جوال راحت اشترت الجديد ورمت القديم انا ما احتاج القديم ممكن تقول انا بقى باع... باع... الحمد لله ما برمي جوالي القديم بعطيه لاختي لكن حتى لو انك بتعطيه تعطيه لاحد لازم تعرفي هل لما انفقتي هذا المال كم بقي من المصروف كله يعني دفعتيه في في شراء جوال فقط هذا هو يعني اذا الان انت نظرتك ضيقه هو الانفاق الحالي اللي أمامك وهذا خطأ كثير من الفتية والفتيات لما ينزل السوق ويعجبها شيء ما يرتاح قلبها لين تشتريه حتى لو كان على حساب مكافأتها كلها أو مثلا المصروف اللي بيعطيه الوالد أو الوالدة طبعا الحاجه لازدهار اقتصاد الامه لانه لو طاحت الامه الاسلاميه سقطنا كلنا جميعا الله لا يقولها الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بالنسبه للفرد والمجتمع وانتم تعرفوا انه احيانا في بعض البلدان الفقيره احيانا اللي يوقف في تنشيط الاقتصاد حق الدوله تاجر واحد يسهم في رفع اقتصاد الدوله كله فهذا التاجر بسبب رجاحة عقله وتفكيره استطاع أن ينقذ دولته كلها بسبب ايش؟ بسبب أنه استطاع أنه يستثمر أمواله بالشكل الصحيح. أه الحد من ارتفاع الأسعار لأنه طبعا كل ما زاد أه الطلب على الشيء ارتفعت الأسعار عليه صح ولا لا؟ فاحنا لو استهلكنا كثير يعني التاجر ايش يسوي؟ بيشوف السوق لو انه الناس عجبهم حاجة معينة وبيشتروا منها والله بيرفع الاسعار بيخلي الحاجة اللي بخمسين ريال ممكن تصل الى خمسمية الى الف ولا همه دام انه اقبال الناس عليه فاذا عملنا عملية تسييس لمسألة الاقتصاد لا شك انه التجار اللي مجحفين بحق الناس ما هيحتكروا السلع والاحتكار هذه مصيبه ثانيه عانينا منها ايام كورونا صح ولا لا لما شافوا حاجه الناس الى الخضروات والفواكه وحتى للكمامات حبسوها عن السوق عشان يرتفع سعرها ثم يخرجوها بسعر باهظ جدا لو احنا استطعنا ان نستثمر السوق بما فيه الكفايه ما استطاع انه هذا التاجر يحتكر السوق ويشعر انه هو الوحيد اللي ماسك عصب الاقتصاد في البلد تقليل نسبة خلق تنمية اجتماعية لأن طبعا باب للاستثمار كما ذكرت واحدة من الأخوات تقليل نسبة الواردة خفض النفقات التي تواجهها الدولة في توفير المزيد من السلع الاستهلاكية نتيجة لزيادة طلب الأفراد كما شرحنا في هذا الموضوع أسباب ضعف الادخار ليش البعض ما يدخر لاحظي هنا المفهوم اللي يشعر بعض الناس إنه إنه صح الاكتناز يحول بعض الناس يشتري ذهب تقول أنا بخليه عشان إيش أرفعه بعدين يعني وهذه الطريقة طبعا ما تستفيدي منها في أي شيء يعني هذا يدل على أنك ما انت فاهمة أو ما انت فاهم إيش موضوع الادخار آه أني أحول السلع هذه إلى ذهب البعض منهم يشتري قنينات من الذهب ويحطها بس كده في البيت لا هذا خطأ ويدخل في مشكلة الزكاة وما الزكاة لأنه الزكاة تعرفون الذهب خاصه اللي بيشتري صفائح ذهب او القنينات هذه يجمع فيها المعادن النقديه هذه كلها يترتب عليها زكاه فاذا ما استثمر فيها لا شك انها بتاكلها تاكلها الصدقه او الزكاه ظاهره نفسيه ذاتيه كالشعور بالقوه والسيطره كلما زاد الاستهلاك وبالعكس هذا بدلالة على أنه المال مسيطر عليك يعني تماما فبيخلي الشخص إيش غير قادر على أنه يتحكم في رغباته الشخصية وإنما يشعر أنه كل ما أنفق أنه هو إيش يعني حاسس أنه رجل أو أنه امرأة مستقلة بنفسها هذه طبعا شعور نفسي خاطئ ظاهرة الادخار السلبي زيادة مجموع انفاق الفرد خلال فترة معينة من دخلي خلال نفس الفترة لا هذه مشكلة كثير نواجهها يعني حتى أنا أحيانا أواجهها اللي هو في الشهر لازم تحطي لك حد كم تنفقي لا يكون في أول أسبوع تنفق المكافأة يعني يكون يعني خلال أسبوع المكافأة مثلاً عندكم 800 ولا ألف ولا ألفين في أول أسبوع راحت الألف كلها أو 800 كلها هذا خطأ كبير بكرة إذا كنت مسؤول أو أنت مسؤولة عن شيء أو أحد معين ف أو إنك مديونة لسداد مثلاً قيمة سيارة أو قيمة أي قيمة مديون عليها فما لن يوفي هذا الالتزامات اليومية خلال الشهر ظاهرة البرستيج طبعا تلاقي الرجل لازم زملاء ويعزمهم كل شهر ولا ذبيحة عشان يوريهم إنه ما شاء الله كريم وكذلك البنت صحباتها يلا كل شهر كيكة ولا حفلة ولا من هذا الكلام بطلونا من هذه المظاهر هذه ما بتنفع أنا ما أقول اقطع علاقاتكم بأصحابكم أو بأهلكم وذويكم لكن كل شيء في وقته طيب الأصل أنه إذا زاد الرجل كثرة إنفاقه لأصحابه بيستغلوه أو أنه لن ينظرون إليه بنظرة بعين يعني غير أنه واحد بس عنده جيب وبناخذ منه فلوس فقط فهذا خطأ وكذلك البنت لازم أنها تعرف يستاهل أني أدفع لدول الصحبة طيب هل في مشاركة منهم هم بيدفعوا معايا كمان طالعين بحكاية أنه زميلة كل زميلة جاها ما شاء الله تبارك الله عيد ميلادها يلا مبلغ قدره أحيانا ألف ألفين ثلاث آلاف آه هذه كلها مبالغ لا ليس لها أي داعي في النفقة والإسراف آه الإطار الاجتماعي والديني طبعا آه ننفق على أهلنا وذوينا لكن لازم أخلي معايا شيء كذلك التبرع بعض منهم يقول انا ليش اجمع فلوس الدنيا فانية اهم شيء الاخرة نقول لا ربنا يقول ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا عشان الواحد ما يتحسف بعدين ويقعد من غير نقود تهريب الاموال للخارج نقص منشآت الادخار وهذه بالفعل يا بنات نحتاج اليها يعني وكذلك أنتم الشباب بارك الله فيكم نحتاج لتفعيل منشآت الادخار أتمنى يعني لو كل واحد وواحدة منكم تفكر تسوي منشأة ادخار يعني أنا تفاجأت من في أمريكا واحدة وزوجها تخيلوا سووا منشأة الادخار بإيش بالحصالات اليدوية وبعدين صاروا يدعوها في البنك وطبعا سجلوها باسم انه هذا الادخار فقط للمحتاج كيف عملوا هذه المنشأة ان لأي واحد يحتاج يعطوله من هذا المدخر يعني نجمع مو لينا احنا ولا لأحد معين لمن يريد فيجمعوا يدخروا والأشخاص هدول اللي يجمعوا لهم إذا يوم أحتاج قدر من المال يعطوا بطريقة مرة مرة رائعة طبعا كله مسجل وعملوا مسابقة في أمريكا عملوا مسابقة للمنشآت اللي تجمع التبرع وشافوا أي منشأة اللي جمعت أكثر مبلغ للتبرع خلال سنة طبعا بمكافأة برضو تتحط في إيش في خزينة الإدخار فأتمنى لو إنه يفعل هذا الموضوع عندنا هنا حيكون له يعني فائدة كبيرة جدا بدل الجمعيات هذه اللي بيسووها وتضيع الفلوس قواعد أساسية في الإدخار طيب أنا عندي الآن المكافأة حقتي كيف أدخرها؟ لازم أجيب ورقة وفي بعض التطبيقات اللي تساعدك على أو تساعدك على العملية المصروفية خلال الشهر لكن أهم يعني يفضل يكون معك دفتر تساوي تخطط فيه النفقات الكبيرة النفقات الصغيرة التخطيط المستقبلي التقسيم بالأجزاء عشان أعرف كم اللي يبقى المصارحة مع الأهل وإعطاء الصلاحيات طبعا هذا كله في ايش في مسألة آه الأولويات ونفقة النفقة المالية لازم وضع قائمة بالمشتريات خلال الشهر عشان ما تكون قائمة مشترياتي كلها كافي من من برنيز ولا آه أطلع في الشهر بحدود آه 600 ريال هذه فقط مشتريات آه الكافيهات تأجيل أو تحديد المتع والملذات فتح حساب توفير لازم هذا ما يمسك الشخص أبدا عدم استعمال بطاقة سهل الواحد يصرفها لن تخلص رصيده ومداري كم أنفق عدم الاستدانة يبطل حاجة يطلب طلب دين نهائي نهائي كف حاجة اسمها على الحساب أو مديونية معينة عندي أنفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين وقال لا يحل السؤال إلا لثلاث واحد جاءت جائحة وأخذت ماله كله أو فقير مدقع يعني ما عنده شيء يأكله أو رجل تحمل حمالة يعني إيش يعني استدان عشان يصلح بين اثنين دول الثلاثة بس اللي يحل لهم طلب الدين غيرهم ما يجوز اللي عنده سعة وقادر يصبر على حاله يصبر لين إيش يجمع مال وتعرفون الرجل الذي توفي وعليه دين رفض النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه قال ليش لازم قضاء الدين صلوا عليه فجاء واحد من الصحابة اسمه عقبة قال يا رسول الله اعتبر اني مسدد الدين حقه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الدين يعني لا الرسول يقول لا يزال العبد يطلب الناس حتى ياتي يوم القيامه ما في وجهه مزعه لحم من كثره السؤال لا حول ولا قوه الا بالله فجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يسأل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كم تركت في بيتك فقال له في عندي ديناران فقال له عليه الصلاة والسلام ديناران من نار يوم القيامة يعني ما دام عندك فلوس قادر إنك تقضي حاجتك بالمال هذا جاي تطلب الناس ليش؟ فلازم نتعود ونعود أولادنا. الآن كثير من المعاملات الاقتصادية مشبوهة عشان كده والله ما في بركة يا, يعني يا, يعني يا, إخوتي وأخواتي مثلا عندك السيارات هذه اللي منتهية الإيجار منتهي بالتمليك هذا عقد غير مشروع عقد لا يجوز بأي حال من الأحوال اطلبي دين زي ما تبغي إذا مرة محتاج أنك تشتري سيارة وحتتعطل امورك كلها وشايف نفسك او انت شايفه نفسك ما تقدري وبتضيع فلوسك على المشاوير فطيب نشتري سيارة لكن لازم اعرف اخذ من وين استدين لازم قيمة السيارة مثلا ستين الف انا ابغى اشتري سيارة بستين الف اشتريها بستين الف تقسيط أما إني أشتريها ستين ألف كاش وأخذها تقسيط بمية ألف هذا غير مشروع. آه هذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذا عقد غير مشروع. خذي الفلوس أو خذي الفلوس من أي آه يعني مكتب تسليف أو من أحد الأقارب وعلى أن تسددي أو يقوم التسديد. خلال مثلا الشا... خلال مثلا سنة سنتين اللي هو ف... ولو الواحد صبر لنال لا يستعجل الواحد في انه يقحم نفسه في ال... 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 الديون البنكية ارجو ان يكون كلامي واضح يعني انا اعرف والله واحدة معانا زميلة في العمل سنين الله وهي مديونة في البنوك ولا هي قادرة تتخلص من البنوك هذه ف جاتني وقالت لي يا أحلام ماني عارفة إيش أسوي أخوي قال لي تبي تتخلصي من الديون هذه سددي ديون البنك وبعدين سددي الأشخاص يعني قلت له والله أنا مع أنا مع أخوكي سددي ديون البنك وبعدين إيش سددينا إحنا وأخذت من كل واحدة منا يعني مبلغ عشان إيش تسدد البنك وسبحان الله خلال ثمانية شهور سددت الديون كلها وكمان ما شاء الله عليها اشترت لها فيلا في في مكان آخر فالبركة لازم ندور عليها فين طريقها عشان إيش ربنا يعني يبارك لي في التجميع برضو يا إخوتي وأخواتي مسألة البطاقات الائتمانية لا تغركم الاتصالات من البنوك وكل واحد يعرض عليكم فزت معانا ببطاقة ماستر كارد فزت معانا ببطاقة ائتمانية سواء فيزا ولا غيره فاعرف او اعرفي انك انت الضحيه لا تنخدعوا بمكالمات البنوك لو ان شاء الله ايش ما كنت تاجر ولا عندك مبالغ وقدره اولا بطاقه الماستر كارد والفيزا هذه بطاقات لو انه وصلتك او وصلتك مجانا وفعلتها وفعلتيها بعد ونسي يعني وحتى لو ما استعملتها سبتها سنه او على حسب العقد اللي هم راسمينه عليك فبياخذوا كل شهر بعد كده 200 او 300 على حسب من الرصيد ممكن تكون عارف ممكن ما تكون عارف هذه مصيبه لكن هي بطاقات ربويه ما تؤخذ الا للضروره حتى في السفر يعني في السفر كثير من الناس ماشيين على الشيكات السياحية. اضمن وامن عشان يعني الواحد ساير يخاف على نفسه. فيمشي بالشيكات السياحية وتنتهي المشكلة. اذا احتاج مرة يعني يبغى يشتري حاجات مثلا من امازون. الحمد لله في امازون سعودي الان لكن في السابق. كان عشان الواحد يحتاج يشتري من أمازون الأمريكي لازم يكون عنده ماستر كارد فيفعله بطاقة مؤقتة يشتري الحاجات اللي يبغاها وبعدين خلاص يلغي البطاقة والضرورة تقدر بقدرها لازم الواحد يعرف متى تكون الضرورة اللي يباح فيها المحرم لكن ترى طريق الربا طريق مرة موحش ونهايته مرة مظلمة فانتبهوا من الوقوع في هذه الملابسات لأنه للأسف هم يجي يقولوا لك تراها معاملة شرعية وترى يحط توقيعات الشيخ المنيع على كل حاجة يعني يقولوا لك هذه يسمى تسمى مرابحة جائزة في الشرع فانتبهوا من العقود لأن كل العقود اللي طلعت عليها حقت البنوك كلها فيها العميل ضحية أه وحتى الدين اللي تاخذيه اللي هو يسموه التمويل الشخصي بتاخدي تمويل شخصي يقول لك مثلا خدي ميتين ألف وسددي مثلا ميتين وعشرين ألف وانت ما تدري وانت ما تدري كمان انه في العقد مكتوب انه الزيادة انه ال ال القيمة هذه اللي هي الزيادة قابلة للزيادة أكثر تتفاجأ بعد شهرين أو ثلاثة بعد ما كانت الزيادة مغرية فقط واحد في المية صارت خمسة في المية تيجي تقول كيف دحين أنا لازم أرجع لكم مئة ألف بدل الم... يقولوا لك طيب مكتوب عندك في العقد مكتوب إنه الزيادة, الزيادة العمولة هذه قابلة للزيادة فإذا الواحد ما ينخدع بالبنوك هذه أبداً ويبتعد عنها بقدر الامكان. متابعة اوقات التخفيض دائما الاشياء اللي بيعملوا عليها تخفيض اختنميها اما انه الواحد يروح يشتري في وقت الذروة وقت الغلاء فهذا مضيع للمال كثير جدا لا تكون ضحية للاعلانات فاربح معانا اربح معانا انت رابح معانا. هذه كلها كلام فاضي ما في أحد رابح غير هم والعميل هو الضحية في الغالب. الدعايات ودعايات السناب والله هذا المطعم تعالوا دوقوه كل يوم أنا في مطعم أدوق راحت فلوسي كلها في المطاعم ويا ريت يستاهل إلا يعني كما أسمع. من بعض الأقارب أن أحيانا المطعم ما يسوى حاجة لكن الدعاية توصل يعني مليون شخص في المطعم يكفي أنه يصير رابح استبعاد الخادمات والسائقين قدر المستطاع نعم هذا يؤثر لا شك على الادخار فنون الترشيد الكهرباء والطاقة لازم نعرف سبب غلاء الكهرباء لازم نعرف نقتصد في التوفير إذا استطعت واستطعتي إدخال شرائح الطاقة الشمسية فهذا جيد يعني أنا عن نفسي حاولت ما استطعت يعني شعرت أنه مبالغ باهظة واللي ماسكين هذه الأمور تجار واضعين الأمانة في يد أناس ما هم بأهل لها إن شاء الله أنتم تمسكوا بعصب هذا الموضوع وتسووا لنا شركات فاعلة في ترشيد الطاق في الطاقات البديلة الماء يعني تعرفون إنه الماء والطعام للأسف يعني السعو- في المملكة العربية السعودية وصل المنحنى إلى حد خطير جدا من استهلاك الماء، والله يعني شيء يقطع القلب إني أشوف مثلا عاملة تغسل الصحون والماء يهدر، أروح أحيانا أصلي التراويح والأولاد بيلعبوا في صنابير الماء. ولا أحد معاهم لا رقيب ولا حسيب يعني مسابح نخلي الأطفال في الحمامات لا رقيب لا حسيب طيب الواحد يخاف في يوم والله يعطش يموت الواحد يتقي الله حتى إيش ربنا يحفظه. يحفظ الله يحفظك إذا حفظنا الله عز وجل في الرخاء لا شك أنه بيحفظنا في الشدة كذلك الطعام يعني أنتوا أدرى مني بالقصص اللي نسمعها أحيانا صينية بكاملها تترمي في المخلفات لا حول ولا قوة إلا بالله فالواحد مو عشان عنده يرمي حتى المطاعم الآن بتسوي مطعم الباقي حتى لو تمات مس باليد بيتخذ بيترمي لا حول ولا قوة إلا بالله في المهملات وهذا والله يخشى علينا من, من هذا الترف والإسراف مرسوم لك لكم سيارة صورة سيارة نعرف إنه الآن في سيارات موفرة للطاقة سواء كانت كهربائية الأن إن شاء الله عازمين إنهم يجيبوا سيارات في السعودية تعمل بالكهرباء فهذا جيد وله محاذير ولازم ننتبه لها كما تعرفون أنه في سيارات برضو موفرة للبنزين لازم أحرص أني أقرأ المنشورات اللي واردة عليها ترشيد المستعمل برضو نحتاج إلى هيئات ومؤسسات تقوم بالاستفادة من الملابس والحقائب والورقيات والبلاستيك والأشياء المهملة يعني نتمنى أن يكون في شركات مثل الشركات العالمية في تدوير الأوراق والبلاستيك والزجاج وال هذه الأمور للأسف موجود عندنا يعني شركة محلية على قد حالها في تدوير الورق لكن انا ما اعرف اذا انتوا تعرفوا شركات عندنا في تدوير الزجاج وتدوير البلاستيك فان شاء الله يعني على سواعدكم تكون شركات قوية تضع مثل زي في الخارج ثلاث حاويات حاوية للزجاج وحاوية للبلاستيك وحاوية للورق أتمنى في يوم من الأيام يتحقق هذا الحلم ترشيد الترفيه في لازم نحدد وقت أرفه في نفسي مو كل شوية طلعات ولا خرجات ولا أخرج أولادي كل يوم ولا كل شوية التموينات استهلاك فظيع التموينات هذه والآن طبعا مع ارتفاع الأسعار الواحد يدخل للتموينات بيخرج بألف ألفين هذه كارثة يعني يقلص منها الشخص يحاول يقوم بالطبيخ في المنزل كلكم بتطبخوا في البيت أبغى أسمع في أحد يعني من الإخوة والأخوات يشعر أنه يجيب من المطاعم خلال الأسبوع يعني يعني الأسبوع عندنا سبع أيام يجيب مثلا كل يوم خلال خمسة أيام ستة أيام ويوم واحد آه من البيت أنا أبغى أسمع لا أحس مرة كده ومرة كده يعني مرة في البيت مرة من المطعم مرة في الب... يعني في الأسبوع كم في الأسبوع كم مرة في المطعم تقريبا مرة واحدة في مرة أو مرتين في الأسبوع مرة أو مرتين في الأسبوع طيب أيش رايكم طيب أيش رايكم هذا كثير ولا قليل أو تصرفوها من المكافأة ولا من من جيب الوالدين جيب الوالدين اه خلوا خلو المصروف ليكم ها طيب آه يعني مادام من جيب الوالدين حتفرق طبعا صح ولا لا وانا باكل لحالي تفرق ما لو اني ايش اكل مع الجماعة وتفرق برضو الحاجة اللي بشتريها آه مكلفة ولا مطعم صح ولا لا. يعني اذا سندويتشات بتفرق عما اذا كان مطعم مشويات مثلا صح ولا لا فلازم انظر في هذه النفقات طيب في عندي من الشباب ابغى اسمع اذا في احد من الشباب ما بيجيب من برا فقط ياكل من البيت سواء من طبخ ايده ولا من طبخ والدته. إذا في أحدنا الإخوة يشارك؟ أنا بالنسبة لي مرتين أو مرة في الأسبوع أخذ المطعم أها ما شاء الله والباقي تطبخ أنت في البيت؟ بصراحة لا أنا ما أطبخ الأهل. تمام طيب يا زياد يا أخ زياد أه إن شاء الله لو أقول لك في المستقبل تتعلم الطبخ تطبخ؟ نقول إن شاء الله إن شاء الله بتمنى انه طبعا الطبيخ بيحتاجوا ترى بيحتاجوا الشباب قبل الشابات لانه الشباب بيحتاجوا يعني لو خرجوا مثلا بعثة بتاعات ودراسة برا مو دايما بيسعفهم لو خرج رحلات مثلا بيحتاج انه مثلا يتعلموا شوية الاساسيات يعني اتوقع الاخ زياد بيعرف الأشياء الأساسية مثلًا رز بيض و... ولا لا يا زياد الأشياء الأساسية ما يعرفها أوكي. فهذه يعني كل الشباب بيعرفوها بس إيش آه الأشياء اللي آه تحتاج طبيخ يعني آه ممكن تصعب على الشباب أكثر من الشابات طيب ممتاز آه الله يعطيكم العافية مش مشاكل على مشاركتهم هذه بالنسبة للمواصلات نحتاج نعرف المواصلات اللي تفيدني تكون ما هي باهظة الثمن تؤدي الغرض وكذلك موفرة للطاقة هذه كلها أمور لازم أنظر لها بعين الاعتبار وكذلك وسائل الاتصال لازم اعرف انه وسائل الاتصال هي للقضاء الحاجه ما اقعد بالساعات مكالمات ما لها داعي كذلك الجهاز اذا بيادي الغرض فليش استغنى عنه خليني اخلي الفلوس اللي عندي بحتاجها ممكن في امور اخرى استفيد منها نستفيد من خبرات أمهاتنا وأبائنا بارك الله فيكم هذا أمر مهم يعني ولا تستقل أبدا أو تستقلي أبدا تجمع الريال على الريال فكذلك كان حال آبائنا كانوا يجمعون القليل حتى وسع الله عز وجل عليهم يجمعون القليل كانوا مدركين أنه بجمع هذا المال مو عشان إيش يشتروا بحاجة حاجة ترف لا بيجمعوا هذا المال عارفين انهم ايش يبغوا يستثمروا فيه يستثمروا فيكم إنتو آه سبحان الله آه يعني حتى شراءهم للبيت كان هدفهم انه ايه آه يستقلوا بذاتهم آه يحتووكم إنتو عشان ايش ما يعني تحتاجوا آه لاحد او تمد يدكم لاحد فجميل لو استفدتوا من خبرات آبائكم في مثل عملية الادخار هذه يعني سبحان الله أنا أعرف واحدة من الأمهات الكبيرات تقول كان زوجها طبعا هذا الكلام قبل تقريبا خمسين سنة تقول كان زوجها يتكس صاحب تكسي ويجيب لها اللي يجمع من المال طبعا كان يشتغل في الصباح تخيل راتبه الشهري مئة ريال فقط وكان أحيانا يتكس عشان يجمع له كم ريال زمان طبعا المية كانت توفي يعني السكر بنص ريال الحليب بنص ريال يعني يمشي الحال فتقول كنت أجمع المال وكان ايش وزوجها من النوع اللي ايش صراف يعني يصرف فلوس وحين واحد يحتج له يقوم يعطي فكانت ايش تعطي قدر معين وتخلي تقريبا عشرة عشرين ريال ما تعطيله هي ابدا يجيها يقول لها ابغى اعطيني يقول لها تقول له خلاص خلص خلاص خلص شهر على شهر يعني تقريبا عشرين سنة وهي بتجمع سبحان الله وهي كمان بتساعد زوجها فتحت مشغل ااا صارت ايش آآ يعني اخذت لها شهادة في الخياطة وكدا. وعرضت في تلك الفترة عرضت العمارة اللي هي فيها المشغل دا على البيع بقيمة 200 الف ريال. فقالت لزوجها خلاص نبغى نشتريها قال لها ايش؟ نشتريها من فين لك؟ قالت له من تحويشة العمر جاهزة عندي اشترت العمارة هذه بميتين ألف سكنت فيها هي وعيالها وطبعا الدور اللي تحت كان مشغل ما شاء الله تبارك الله حتى ربنا وسع عليهم وتخرج أولادها من الجامعة دكاترة ما شاء الله واشترت لها كم بيت ملك ف يعني صبر دائما ياتي ان شاء الله بالفرج قراءه طبعا ارشادات عند شراء اي منتج اه اذا احببت او احببتي اه التوفير او الاستثمار اه اجلسي وركزي واعرف دائما المشروع الطيب اللي ايش انت تبدع فيه او انت تحبي تحبي, تحبي تستثمري فيه اه ويكون له تسويق اهم شيء ترى في الاستثمار بارك الله فيكم هو الترويج القوي واني اقدر اعطي شيء ما احد يعطيه يعني أنا مميزة بشيء معين أقدر إيش أستثمر فيه بيحتاجه سوق العمل وأوصله بكفاءة وبقدرة يعني لازم إني إيش ما يكون طيب أنا عندي الإبداع وأستطيع أني أعطي لكن ما أقدر أمول هذا الأمر بطريقة تكفي الزباين حقوني حق كده حيفشل مشروعي لازم ادرس حاجه اسمها كفايه طاقه استيعابيه للمنتجات حقتي هل هل تستوعب ال ال العملاء حقوني ولا ما تستوعبهم وما اطلق مشروعي الا بعد دراسه خطه درسيها انت بنفسك وثم انطلقي في هذا المشروع بإيش طبعا الآن الحمد لله أي واحد يبغى مشروع يقدر يحصل على الدعم بأماكن كثيرة الآن الأمير محمد بن سلمان الله يعطيه العافية عنده صندوق كبير لدعم المشاريع الصغيرة فاستفيدوا من هذا الدعم وابدوا مشروعكم الآن ومع ايش لازم وانت بتسوي المشروع لازم يكون حاجه اسمها بعد طبعا دراسه المشروع واطلاق المشروع لازم يكون في آآ تقييم آآ وتقويم لهذا المشروع ادرس خلاله الاخطاء عشان اتفاداها وبعد انتهاء المشروع او بعد ما انتهاء المرحله الاولى للمشروع اقوم الربح وايش اللي خلى الربح ينقص ايش اللي خلاه يزيد فلازم يكون في تقييم وتقويم الحوار دائما يكون في حوار خلي يفتح الحوار مع مع الاولاد مع الابوين لازم يكون مصروف محدد منتظم لك وللاولاد طبعا لازم يكون في خطة توفير. مراقبة للمصروفات لازم طبعا الأطفال ندركهم من الآن بالحصالات وتشجيعهم قل دائما إذا عندك أو عندك أخ صغير علميه إنه يدخر وقوليله له إنه إذا مثلا خلال شهر مصروفك اليومي جمعته أنا حزيدك على مية حزيدك على ميتين فتلاقيه تشجع وأنا بنزلك نهاية الشهر ومدام تبغى اللعبة هذه جمع لها وأنزلك إن شاء الله آخر الشهر عشان تشتري آه هذا اللي تبغاه أنت آه إعداد قائمة الأمنيات مو كل حاجة آه تتمناها أو تتمنيها على طول تشتريها لا لازم تشوفي وتشوف انه مهمة غير مهمة خص بعدين ومقولة عمر المشهورة في هذا المقام لما شاف واحد راح يشتري لحم وهو لحم يعني أكل قال له يعني راح تشتري لحم قال له اشتهيت يعني خلاص بس اشتهيت فقال له عمر رضي الله عنه أكل ما اشتهيت اشتريت فأخذوها العلماء قالوا هذه قاعدة لازم يمشي عليها الناس كلها ما اشتهيت اشتريت لا لازم أقول لنفسي لا أحيانا ليش لأنه بتيجي علي أيام آه حقول ليتني يوم ما اشتهيت اشتريت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم أه، تعلمي الأطفال سواء إخوانك أولادك أه، البيع والمتاجرة وتشوفوا بعض المدارس يعني ما شاء الله قائمين بهذا الأمر أه، في ألعاب مالية أه، الصدقة طبعا تعلميهم متى يتصدق متى ما يتصدق أه، الأجر والحسنات التذكير طبعا أه، يعني بعدم الإسراف أو بعاقبة البخل الدعاء أدعي الله بالبركة إنه يسر لي يعني مشروع مثلا محتارة فيه أدعي الله بالتوفيق أدعي الله بالبركة سبحان الله ربنا ويا إخوتي ويا أخواتي العبرة. ليست العبرة يعني إن شاء الله إذا أنتم تجار المستقبل آه لازم تحطوا في بالكم أنه ليست العبرة بكثرة جني المال فالتجار بيحصدوا الأموال لكن السؤال هل فيها بركة؟ هل فيها بركة؟ هذا هو آه ممكن واحد يتكس على خمسة وعشرة وعشرين ريال لكن ربنا مبارك في في أولاده بارك في حياته وعمره ما طلب مال والله يعني يذكر عن واحد كان يعمل مدير عام في بنك راتبه الشهري عشرين ألف ريال يقول والله ما ينتهي الشهر لو أنا أستدين يستدين تخيلوا من الآخرين فإذا مثلا واحد بالغلط أعطاك بدل المية ميتين لا تعال أبوي خد هذه مية أنا ما أخذ مال حرام حتى لو كان ريال واحد آه هذا هو اللي يكثر المال آه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف اللي حصل يا أخوتي وأخواتي في سيول جدة يعني بسبب استقطاعات الأراضي المحرمة آه خدوها على رأس ممكن مالكيها وعلى رأس الدولة وعلى رأس البلدية ونسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض يعني أخذت شبر شبر من أرض ما هي ليكي ولا ليك إيش العقاب طوقه الله بسبع أراضين من نار يوم القيامة ف... الله يكفينا الشر فإذا الواحد ما يستعجل الربح إذا كان الربح سريع خافي وخاف على نفسك لازم يكون إن شاء الله بطيء لكن أكيد المفعول هذا هو المطلوب يكون مدروس بخطى ثابتة ومربح لكن إيش في تقوى الله عز وجل حتى اللي بيستلم وظيفة لازم يتقي الله عز وجل في هذه الوظيفة يحلل ماله البعض تشوفي نسمع حتى من بعض المدرسين للأسف محسوب على التدريس وهو عاله على المجتمع سواء حضوري بحضر الطلاب وإنتوا كنتوا في ثانوي وبتشوفوا بتعيبوا على بعضهم يجي يمسك الجوال ومداري عن الطلبه ولا المدرسه داري عن الطالبات او تسيب الحصه فاضيه او يسيب في الغالب هو بين الرجال كثير لانه المدرس عنده ما شاء الله صفقاته التجاريه بيروح يسيب طلاب ويتخبط في بعض ونسي الامانه نسي هذه الامانه اللي ربنا حيسأله عنها فيتقي الواحد ان شاء الله انتم حتكونوا في مجال صحي سواء طبيبات ممرضات والله ما وجدت سبحان الله أنتوا تعرفوا الإمام الشافعي يقول ما في أنبل وأشرف مهنة بعد العلوم الشرعية مثل الطب ليه؟ لأنه يعني لو أقول لكم إيش أحسن الواحد يصلي يصوم في بيته ولا يروح يرعى المرضى الجواب لا يروح يرعى المرضى لأنه فيها نفع متعدي حتى لو بتاخدي راتب طالما أنك متقي الله في هذا الراتب فهتنال البركه وبالبركه يحصل الانسان على سبحان الله ما يدري من وين تجيله الفلوس حياه تجيله مع تقوى الله عز وجل كذلك الاستخاره ما يستعجل يستخير ويستشير ويدرس الموضوع من جميع جوانبه الحذر من عدو الانسان له هو العجله لا تستعجل في النفقه يجيك مثلاً تبي تشتري سلعة معينة يوقف التاجر على راسك ترى والله ما بقي منه غير حبتين ويمكن تطلع وتخلص السلعة ترى والله لا 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 تستعجل إذا من رزقك بتاخده و... والهوى ما يكون فقط هوا محض لازم يكون بشيء مدروس في نفس الوقت إذا جاتك الفرصة اغتنمها ما يقول لا أنا لسه عم أفكر وممكن إذا شعر الشخص أنه هذه الفرصة مواتية ممكن تاجر معين مثلا طلب منك مساعدة ما هو مالية لا أنك مثلا تساعده في تجارة معينة لا تقول له إيه ولا تقول له لا وتقول له لا لا أنا ما استعجل لا لا يا روح فتجلس تفكر تستخير تستشير إذا حسيت أنه ما بيأثر مثلا على وظيفتك ما بيأثر على دراستك ممكن تشارك في هذا المشروع لعل الله يفتح باب من الرزق أنا كده انتهيت أسأل الله عز وجل أني تكونوا استفدتوا يا إخوتي وأخواتي من هذا الموضوع إذا عندكم سؤال تفضلوا